اهلا بكم متابعي اساتذه، رجعنا لكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الرمضانيه. الضيفه ديالنا اليوم نجات بين جوج ديال الفنون، الفن الاول اللي هو الفن التشكيلي، وايضا هي شاعره. معنا اليوم الفنانه التشكيليه والشاعره هناء ميكو. اهلا بك هناء. اهلا وسهلا، رمضان كريم، بالصحه والعافيه. باش تمنيتي اخت شيماء؟ لاله هناء، في الاول بغيناك تقربينا اكثر من شخصك، يعني شكون هي هناء ميكو؟ هناء ميكو فنانة تشكيلية وأيضا شاعرة من مواليد مدينة مكناس. دراستي كانت بمكناس إلى أن حصلت على البكالوريا، وبعد ذلك انتقلت لأصقل موهبتي بمدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء. أتممت دراستي وتزوجت وأنجبت طفلين، واستمرت من الناحية الفنية بالتدريس مدة تقرب من العقد الآن، الحمد لله. لالا هنا، ما فيش صعوبة في المزج ما بين الشعر والفن التشكيلي؟ أبدا لم أجد أي صعوبة، لأن هناك نوع من التناغم والانسجام ما بين هاد النوعين الفنيين. فبالنسبة لي اللوحة الفنية هي نوع من الشعر بتمزج ألوانها وبإحساسها المرهف، ونفس الشيء بالنسبة للشعر أعتبره لوحة فنية. يعني لم أجد أي أدنى صعوبة في المزج بينهما حقيقة. رؤية الفنان التشكيلي هي دائما واحد الرؤية مفعمة بالألوان والإبداع كيف؟ وي. فبالنسبة للفن التشكيلي كيكون ممكن أنه الواحد يستوحيه من الواقع أو من الخيال، لوحات لك أكيد. فبالنسبة للشعر، من تستلهم من الأشعار ديالك؟ في الحقيقة أنا بالنسبة لي مصدر الإلهام يمكن أن يكون في أي وقت من الأوقات، ليل نهار، وأيضا يمكن أن أستلمه من ضحكة طفل شريد، من زقزقة عصافير مثلا، من إحساس مرهف، من جمال، كل ما هو جميل يستلمني يعني بالدرجة الأولى. بالطبيعة يجب أن أحس بهذه الأشياء التي تحيط بي. المقياسي هو حينما أحس بالشيء، إذا أحسست به فأنا مرتاحة فهو جميل أستلهم منه. أكيد المقياس الأول هو الإحساس بالدرجة الأولى، وأوليه اهتمام كبير جدا. على عتبة الروح، وواحد العنوان اللي ماشي مألوف، ففيه واحد الحمولة إبداعية، فيه واحد العمق. فشنو اللي خلاك تختاري هذا العنوان بالضبط؟ اختياري لهذا العنوان لم يأتي عبثا، هو محاولة مني للرجوع إلى ذاتي، ومحاولة الاغتسال من كثرة الشوائب التي تحيط بي في المجتمع. هو نوع من الاغتسال، هو نوع من الوضوء، أجرؤ على قول هاد الكلمة. هو رغبتي في كل ما هو عميق، لهذا جاء اختياري لهذا الاسم. غنمشي معك من الرواية، من الديوان الشعري ديالك، لما أكثر عام ندخلو في المجال الأدبي عامة والفني. فإلا قلت لك، شنو التقييم ديالك الوضع الفني والأدبي في المغرب؟ في الحقيقة هناك طاقة واعدة، وأيضا من الجيل القديم هناك أسماء جد كبيرة، وأنا من هذا المنبر الحقيقة أشكر من ساعدني على هذا الإصدار، ابتداء من الناشر السيد عبد الحق نجيب الكاتب المعروف والصحفي والفيلسوف. يعني أرى بأن الوضع جيد من ناحية الإبداعية، ولكن غير جيد من ناحية القراءة. هناك عزوف عن القراءة، عزوف عن أخذ الكتاب خصوصا، خصام أكيد. وذلك أظن راجع لوسائل التواصل الاجتماعي رغم مميزاتها، فهي حقيقة سهلت ذاك التواصل العالمي، ولكن
هناك عزوف عن الكتاب. هذا لي يعني أنه ليس هناك أمل، هناك أمل في الناشئة. وأنا كأستاذة للفنون التشكيلية أمزج ما بين ما هو شعري وما هو فني، أدرس أيضا المبدأ الفني بصفة عامة، يعني ليس فن تشكيلي فقط، يعني هو واحد النوع من تعلم خاص بقيم إنسانية، خاص لأن الذات هي المبدعة، يجب أصلا أن نبدأ من الذات ومن الطفل فينا، نحاول أن نحافظ على الطفل فينا. وعلى ذكر الطفل والفن التشكيلي، بما أنك أستاذة في الفن التشكيلي، المدارس المغربية وللأسف ماشي كلها كتعمم تدريس الفن التشكيلي رغم أنه من أهم المواد. في الحقيقة أنا في بالنسبة لجيلي في وقتي كانت هناك في 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 الكوليج، الآن هناك تراجع للمدرسة الحكومية، وأصبحت المدارس الخاصة أكثر اهتمام، ولكن خسارة أندوبي يعني ضروري من دفع الثمن. أظن أنه ما يأثرش هذا الشيء على القدرة الإبداعية ديال الطفل، عدم إدراج مواد مهمة كتربية تشكيلية في المناهج التعليمية. بالطبع هي أساس كما قلت لك من قبل، هي تساعد على تنمية الخيال، تساعد على بناء الشخصية، الروح الإبداعية للطفل. أكيد في الروح الإبداعية من خلال تدريسي لهذه المادة، يعني مدة دابا تقريبا واحد 25 سنة اكتسبت، هي ليست بالهينة، اكتسبت خبرات كبيرة ولاحظت تطور الطفل، لأنني كنت أدرس الابتدائي والكوليج، والجميل أنه تلميذة من تلامذتي الآن أصبحت فنانة تشكيلية، ليست فنانة تشكيلية ولكنها أصبحت أستاذة معي ترافقني، وهذا أعتبره نجاح لطريقتي في التدريس، فأنا أعاملهم كإنسان، وحتى من خلال بعض التمارين أعلمهم ما هي قيم، مثلا كالصبر. أنا أعتبر الفن التشكيلي هو تربية، كتربية إسلامية، كتربية بدنية، لذلك يعني هي تربية فنية، نحاول تربية الذوق الفني عن طريق أشياء إنسانية من الداخل، يجب أن تكون من الداخل. فأي شخص ناجح سواء في الفن أو في أي مجال فهو كيكون مراه واحد الجيش من الناس أو لا أناس اللي ساهموا في النجاح. شكون اللي ساهم في نجاح هنا؟ أكيد في البداية موهبتي، نبدأ بالنفسي، لأن الحقيقة هي ثابرت بإرادة كبيرة، تنشكرها وتنقولها برافو. أيضا هناك العائلة التي من زوجي وأبنائي بالطبع، يعني صبروا واحتملوا مزاجيتي، وأيضا الأصل هي الأم والوالدين، هم اللي قاموا بتشجيعي وأنا صغيرة. أمي كانت ترسم في الصغر، يعني كانت تساعدني في مجموعة من الأعمال. أنا قدر نقول أنك اكتسبت الموهبة من الأم ديالك. أكيد هي تلقائية، هي بالفطرة، وحنا سقناها من بعد. ومن بعد جاو بيان سور ابار لا فامي المعلمين ديالنا، بيان سور فنانين بدون ذكر اسماء، وبعد المختصين في الميدان، هادو هما المعلمين هما تأثرنا بهم من كتاب. نعم، حتى هما يعني الاصدقاء. لالا هنا صراحه الحديث معك شيق، ما كرهناش أننا نزيد ونتعمق معك في الأمور الفنية سواء التشكيلية منها أو الشعرية، ولكن الوقت يدهمنا. هذا علاش كنتمنى أنك يعني الفن يزيد القدام إن شاء الله، خاصة الفن التشكيلي بإذن الله والشعر. نعم والشعر. فهكا نختم لقاء ديالنا اليوم. مشاهدينا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله قريبا جدا مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم. شكرا.